أهم المفاهيم الأساسية الواردة فيه حصر صفة الفنان في من يستحقها، وكذا تحديد أصنافه، كما حدد المرسوم الحقوق والتزامات الفنان. أما أهم الحقوق التي يكفلها المرسوم الرئاسي للفنان فهو استفادته من بطاقة الفنان، وكذلك حرية الفكر والإبداع والحق في ممارسة العمل الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.